تعرف على أسترالوبيتاكوس سديبة، نوع بشري عاش قبل مليوني سنة إلا نيفا، والعلماء يقولون إنه نوع جديد وغير متوقع من أسلافنا. هذا النوع الجديد وبسبب وجود هيكلين عظميين يقع بين جنس الأسترالوبيثيكوس والكائنات المتجانسة، لا نعرف إن كان هذا شكل أسلاف الكائنات المتجانسة، لكنه يعطي صورة جيدة حول ما يمكن أن تكون عليه. اكتشف هذا الإنسان منذ سنتين في إفريقيا الجنوبية، وتقول الدراسات إنه كان يسير منتصبا مع أسلحة طويلة وأيد قصيرة كأيدي الإنسان، فيما حجم عقله لا يتعدى ثلث عقل الإنسان الحالي، لكنه أكثر تطورا من الأسترالوبيتاكوس. وعلى الرغم أن مركز هذا الإنسان لم يحدد بعد على سلسلة تطور البشرية، إلا أن العلماء يقولون إنه يمكن أن يكون قطعة حيوية أخرى تضاف على اختبارات أصل الإنسان.